هذا أيضا يجرنا، وأرجو أن أنهي هذه الكلمة أو هذه الموعظة ببدعة أخرى عمت وطمت وشملت مساجد المسلمين، حتى المساجد الثلاثة التي قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيها: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، وذكر هذه المساجد. هذه المساجد الثلاثة التي هي أفضل مساجد الدنيا قاطبة لم تنجو من آفة زخرفة المسجد، هذه الزخرفة التي جاءت أحاديث كثيرة في تحذير المسلمين منها، ومع ذلك فما أفاد ذلك القائمين على بناء المساجد ولو على حساب المتبرعين والمحسنين؟ فهؤلاء الذين يقومون على بناء المساجد يقعون في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى ما نحن في صددها، وهو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، أي بدهنها وتبييضها والعناية بزخرفتها، كما يشير إلى ذلك راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس، حيث علق على الحديث بقوله: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وكأن هذا الكلام الذي نطق به عبد الله بن عباس كأنه صدر من مشكاة النبوة، لأنه طابق واقع المسلمين اليوم: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فنحن اليوم لا نكاد نفرق بين مسجد وبين كنيسة من حيث أن كل منهما يشبه الآخر في المبالغة في زخرفة هذه الأمكنة. فقول ابن عباس لتزخرفنها يحتمل أن يكون موقوفا في حكم المرفوع، ويحتمل أن يكون اجتهادا منه أخذه من بعض الأحاديث العامة التي منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا الحديث عام وشامل، فيمكن ابن عباس أن يكون أخذ هذه الكلمة من كلمة خاصة من الرسول أو من عموم هذا الحديث، حديث لتتبعن سنن من قبلكم. كذلك من أحاديث التي نهى الرسول عليه السلام وحذر من أن يقعوا في مثل هذه الزخارف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وهذه حقيقة واقعة ومؤسفة جدا، من حيث أنها تخالف تعاليم الرسول عليه السلام. أقول هذه هي المفسدة الأولى التي يقع فيها القائمون بجمع التبرعات من الناس. المشكلة الأخرى أن الذي يبني مسجدا على نفقته وعلى حساب جيبه فهو خالف الرسول عليه السلام في هذه الأحاديث. أما أولئك الذين يجمعون الأموال فهم مؤاخذون من جهة أخرى أنهم وضعوها في غير ما شرع له. ولذلك فأنا أحذر أن أحدا يشارك في جمع الأموال لبناء مسجد فيه شيء من هذه الزخارف، ومنها
المئذنة الطويلة هذه التي تكاد تنطح السحاب بطولها ولا حاجة إليها في هذا الزمان إطلاقا، لأنه من قبل كانوا يزعمون أنها من المصالح المرسلة، وأن المقصود منها أن المؤذن يصعد إلى أعلى المئذنة ليبلغ صوته إلى أبعد أذان ممكن. الآن مكبر الصوت هذا كما تعلمون يوصل الصوت إلى أبعد مسافة ممكنة، بحيث أنه المئذنة مهما طالت فسوف لا تأتي بعشر معشار هذه الوسيلة التي خلقها الله عز وجل في هذا الزمان. فالإنفاق الألوف المؤلفة من الدنانير ليس فقط لزخرة المسجد من الداخل، بل ولإطالة المئذنة من الخارج، هذا كله إضاعة للمال، فضلا عن مخالفة الأحاديث السابقة الذكر التي تتعلق بزخرفة المساجد. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها، وذكرى تنفع المؤمنين. والآن أدع الفرصة لمن كان له سؤال حول هذه الكلمة أو غيرها. تفضل. رأيي في هذا القول أنه من كان جادا في هذه الكلمة ولا يريد بها تشريك هذا الواقع المخالف للشرع، فنقول له ابن مئذنة بمئة دينار أو مئتين أو خمسمائة أو ألف، صورة مئذنة على زاوية من زوايا المسجد من حديد من أي معدن خفيف، خفيف الوزن وخفيف الثمن. حينئذ نحقق هذه الغاية التي هو يشير إليها، ونحن معه فيها، لكن لسنا معه في هذه الوسيلة التي تكلف هذه الأموال الطائلة. نعم.